القرار قرارك والمعرفة ليها تمن. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي، بس لازم تبقى عارف ان قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرف بتقدر تنهيها. انا مش هرحمك يا راضي، وانا مش هنساك يا يونس. الناس بتموت بمعاد يا يونس، الضعاف والفشلة بس هم اللي بيتعلقوا بالأسباب. عشان كده أنا بقيتش أنفع. مش أنت اللي تقول إذا كنت تنفع ولا لا. لبخون الأماني استتاب ثم يقتل أم يقتل فورا. أنت أضرب الأمور دي يا شيخ أبو أنس. وليه سيادتك بتعامل معايا إن أنا حتة شطرنج؟ أنا لما رجعت أشتغل معاك رجعت عشان أجيب راضي وحقي وحق ريمو أهلها. أنت قلت الأدب بقى. داخلين على المكان يا يونس. إذا أنت عندك هدف أنا كمان عندي نفس الهدف. أمشي وأجي لك كمان ربعايا. أوطي صبع يا عم رامبو. المكان بيقفل امتى؟ تركب اول طياره على بلجراد. توكلنا على الله. مو قلت لك رح تحتاجني؟ يدوم العز يا قمر. افعل. انت ممكن تقول لي ميدو عادي. راضي خرج من نص ساعه على طياره من ميلانو لماليزيا. مفاجاه مش كده؟ انت بتشتغلي ضد بلدي. أنا بعمري ما اشتغلت ضد مصر. الله أكبر. أخطر حاجة في الهاكر إنك مش شايفه. صعب تحدد ضربته هتيجي منين. وده بقى اللي خلى الهاكرز النهاردة أقوى سلاح في العالم. متأخر يا يونس، دايما متأخر.